بسم الله بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفقير حسن الصديقي من العرائش، تعرفت عن الطريقة الكركرية بمناسبة بنتي، لأن بنتي غادي تقرا في الرباط، دات البكالوريا وبغات تقرا في الرباط، وكنعرف أن فتن الزمان كثيرة، وحنا واحد العائلة صوفية، وعطيتها تقرا كتاب شرح الحكم، إيقاد الهمام لشرح الحكم ديال ابن عجيبة رضي الله عنه، باش نحصنها. فاش قرات الكتاب هي قالت لي بابا خصنا الشيخ، ضروري خصنا شيخ. ايوا بنيتي خصنا شيخ حي. بقات كتقلب واذا بها تلقاتو عن طريق الفيسبوك، واتصلت باحد الفقراء هنا وعطاها الورد، وبقات كدير الورد، دارتو شي ماشي بزاف، واذا به اصيب سيدنا سيد الشيخ بوعكة صحية، ودارت لي حالة في الدار، قالت لي ضروري خصنا نمشيو، وقلت لها مرحبا بنيتي وجينا. جينا قبل المولد النبوي للسنة الفائتة، والحمد لله فجيت لينا خصني نشوف لاش غادي تمشي بنتي، والحمد لله فجيت استقبلني سيد الشيخ استقبال جميل جدا، افرحت اتلت على صدري، والحمد لله قلت له الامر اللي وقع لي مع بنتي، لا سيدي ها المشكل ديالها راها بدات كتبكي وراها هذا وراها جات طالبه البيع، قال لي نعطيها البيعه، الحمد لله وانعم الله عليها ببيعها، وشافت النور هي الاولى. وطلعت انا للدرس، سيدي كيدير الدرس مع الفقراء ديالو، اول خطره كنشوفو. فاش كان احد الفقراء من نيجيريا كان في طريقه، كما حكى انه في طريقه تيجانيه، وكان احد الفقراء اخر من طريقه تشيشيه، وجاو للطريقه الكركريه. وقال لهم سيدي الشيخ بانه ودي انا ما يمكنش يكون، قال انا خصني تكونوا ساليتوا الطرق، وفعلا لا الاخ النيجيريا ولا الاخ ديال تشيشيا قالوا لا سيدي حنا سالينا من دوك الطرق وجينا للطريق الكركري. فشفت انا هذا المنظر واعطاهم سيدي البيعه، قلت له نعم سيدي حتى انا خصني البيعه. قلت له خصني البيعه، قال لي واش كنتي في شي طريقه؟ قلت له لا انا كنت اذكر عادي طريقتي العاديه، قول الله سبحانه وتعالى بلا شيخ بلا هذا. وقال لي سيدي واحد الكلمه جات تصدري بزاف، قال لي وانت كتشوف السماء والارض. قلت له سيدي خصني الشيخ باش يثبت لي الامور ديالي. قال لي ان شاء الله الان راك جيتي غير مرافق، ومن بعد ان شاء الله اجي نعطيك البيعه. وفعلا في عيد المولد النبوي السنه الفايته جينا انا والبنت ديالي على اساس نشد الله البيعه. الحمد لله والشكر لله، نعم علي سيدي الشيخ واعطاني البيعه في يوم المولد، في يوم المولد النبوي، الشيء اللي جعلني شت النور الله سبحانه وتعالى، نور الله الذي ماشي جاليني، نور الله انه النور الذي ذكره الله في كتابه، الله نور السماوات والارض. ونعم علي سيدي واعطاني هذا النور، ومن بعد بقيت الحمد لله كنشوفو دائما، وكان نطلب من جميع المسلمين من هذا الموقع هذا انه يجي ويشوفوا نور الله، لانه يتجلى نور الله موجود، ويجيو لصاحبه سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري، لانه هو ختم الزمان وشيخ بجميع المقاييس. والطريقه الكركريه طريقه صوفيه، وفقراؤها الحمد لله يذكرون الله آناء الليل وآناء النهار ولا يفترون عن ذكر الله، وهي طريقة صوفية مغمورة بحب الله، وبينهم واحد الحب لله سبحانه وتعالى، يجتمعون من بقاع العالم، الشيء اللي ما تلقاه شي في شي حاجة أخرى إلا في هذه الطريقة الكركرية. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نوره، ويجعلنا لا ننكث هذا النور، لأنه نور الله، ونور الله كما قال
الإمام الشافعي لا يؤتى عاصي، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يثبته في قلوبنا ببركة شيخنا سيدي محمد فوزي الكركري الذي نطلب له العفظ والشفاء والعافية، ويجعلنا سبحانه وتعالى أن نكون معه في الدنيا وفي الآخرة. واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.